شادي موقع التليجرام مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم ولايف جديد، متابعين مع حضراتكم في تغطيه من جنازه رائده الاعمال ميرت رحمي وحضور مهيب لنجوم الوسط الفني، يعني من ابرز الحضور حتى الان الفنانه زينه ولميس الحديدي والفنان هشام عباس. الإعلامية سمر يسري وعدد من نجوم الفن اللي حريصين على التواجد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على صديقتهم، يعني رائدة الأعمال ميرت رحمي. يعني مشاهدي موقع تليجراف مصر، كانت رحلت عن عالمنا رائدة الأعمال ميرت رحمي أمس بعد صراع مع المرض، وكان أعلن زوجها عن خبر الوفاة من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكان معاها عدد من نجوم الوسط الفني، كانت أبرزهم زينة، لميس الحديدي، بوسي شلبي، ونسرين أمين وغيرهم من نجوم الفن اللي كانوا حريصين على يعني نعيا. متواجد الان في تشيع الجثمان هنادي مهنا، زينه، هشام عباس، وسمر سامح، وغيرهم من نجوم الاعلام والفن اللي حريصين على التواجد لوداع ميرت رحمي رائده الاعمال. تم صلاة الجنازة على الراحلة ميرت رحمي رائدة الأعمال في محافظة البحر الأحمر وخبيرة السياحة، والآن يتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة. وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسياحة في مصر، ترجمة
تجيبش حد. انت بتصوري ايه؟ يعني بتصوري ناس عشان تتعرفي يعني. بتصوري ايه؟ بتصوري انت بيقول اماني انا جنب البوابه على طول. يعني يا شادي موقع تليجراف مصر في كل مكان لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية من جنازة الراحلة يعني مرت رحمي وحضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم زينة وهنادي مهنا يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا الفنانة زينة موقع تليجراف مصر زي ما حضراتكم شايفين معانا انهيار الفنانة زينة صبا مبارك في العربية دي قاعدة قدام يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا الفنانة زينة من أبرز الحضور وصبا مبارك وهنادي مهنا يعني مشاهدي موقع التليجراف مصر لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية من جنازة راحلة ميري رحمي سيدة الأعمال وخبيرة السياحة واللي نعاها عدد كبير من نجوم الفن تم صلاة الجنازة على راحلة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم الآن تشييع الجثمان وسط حضور الفنانة زينة وهنادي مهنا والفنان هشام عباس وصبا مبارك وعدد آخر من نجوم الفن اللي حريصين على التواجد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على صديقتهم نتابع مع حضراتكم وتغطية من جنازة الراحلة رائدة الأعمال ميريت رحمي